وانا بسم الله الرحمن الرحيم معكم ابراهيم الزين لاعب امجد هواره. بالنسبه للفريق هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني غادي يلعب على الصعود ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا العام هذا رغم الاكراهات ديال المجلس البلدي. يعني الفريق مازال ما خلصش المنحه، يعني كنتمنوا من المجلس البلدي يدعم هذا الفريق، يعني هذا الفريق كيتكون من اللاعبين ديال المنطقه ديال هواره. وكنشكر السي رئيس حميد بهجة على المجهودات اللي كيدير معنا، وبالنسبه للاستعداد ديالنا الاستعداد ديالنا كما جميع الفرق ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد السنه غنقولوا الكلمه ديالنا، وكنتمنوا حد سعيد جميع الفرق وشكرا. شكرا.